شنو رايك؟ اللهم صل على النبي يا اختي، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. انا نجي كل عام، عامين كورونا ما جيتش، اما اللهم صل على النبي. تنظيم بالكدا وحاجه بالكدا، ان شاء الله ديما بلادنا القدام. يا ربي فضل شعبنا، راهو شعبنا به، راهو حنين حنين. اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله تونس ديما في خير ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تعذب الشعب، تعذب برشا، تعذب برشا الشعب، وتميزر برشا، وجيع برشا، والدنيا غاليه، والحمد لله ديما عندهم الفلوس، شريوا في الزقوق وشريوا في الفاكهه، شريوا في كل شيء. الحمد لله الحمد لله. انا خليت بنتي تقيد لي فيها، انا هاني لهنا. يعيشك عايش بنتي، يعيشك. حماة الحماة يا حماة الحماة، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن، لتدوي السماوات برعدها، لترمي الصواعق نيرانها، إلى عز تونس إلى مجدها، رجال البلاد وشبانها. فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها، حياة الكرام وموت العظام. حماة الحماة يا حماة الحماة، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن، ورثنا السواعد بين الأمم، صخورا صخورا كهذا البناء، سواعد يهتز فوقها العلم، تباهي به ويباهي بها، وفيها كفى للعلا والهمم، وفيها ضمان لنيل المنى، وفيها لأعداء تونس نقم، وفيها لمن سلمون السلام. والله الاجواء باهيه، الاحتفالات سمحه، اللهم صل على النبي، عامره من كل بلاصه، وان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله ديما اللمه هذه تنحى علينا الغمه. وانا جبت الصغيرات انا نعملوا في دوره، وان شاء الله بحياه راس العمر عايشك ان شاء الله علينا وعليك يا حاجه، يرحم والديك ويطول في عمرك، وان شاء الله ربي يعاونكم، وان شاء الله ديما تونس في خير الخير. يا عايشك الحاجه دي. الحمد لله الحمد لله. يا عجل مبروك علينا اخي، يا عجل مبروك علينا، علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين ان شاء الله. ان شاء الله مبروك على الناس الكل. منين جيتونا انت؟ منين؟ والله من تونس. من تونس انا عارف. من تونس والله، من تونس. من فرنسا. من فرنسا. من فرنسا باش نحضروا لك. امين يا رب العالمين. ان شاء الله امين يا رب. ان شاء الله على الامه اجمعين يا رب. شو رايك في الاجواء؟ نعم الجو صافي، جو سوبريو عكيف والله، احلى احلى مكان، احلى مكان. وهذا مبارك، جامع مبارك، مسجد صحبي ما شاء الله، قيروان بصفه عامه. ان شاء الله مولدك مبروك، وان شاء الله ديما خير، وان شاء الله ديما هكا، وعايشكم في كل شيء. اللهم صل على النبي. صلى الله عليه وسلم. شيء هبل. شيء كل شاء الله كل عام وعلى هكا. امين يا اني دربيه في القروان، لكن اني من سوسه، ساكنه في سوسه. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله كل عام واحنا هكا فرحانين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. من نابل. عايش عايش الحمد لله، ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير. عسلامه عسلامه، صلي على النبي ان شاء الله. ان شاء الله كل شيء بالبركه من القلعه الكبيره. قلعه قلعه عايشك. لاباس الزيار من برشا بلايص، من الجمهوريه الكل. كل بلاصه. اي لاباس، صلي على النبي، خيرات صلي على النبي. لاباس لاباس ما شاء الله. بديت هكا الحياه ترجع لتونس. بدات بدات اي بدات بدات. جيبوا لنا السكر وجيبوا لنا، فهمت ولا لا؟ لاباس الحمد لله لاباس. ان شاء الله مولدكم مبروك. عايشك عايشك عايشة، ان شاء الله مولدكم مبروك.
من الشقيقة الكبرى الجزائر، مرحبا بكم في تونس. شنو رأيك في الأجواء في المولد النبوي الشريف؟ والله السلام عليكم أخوتنا توانسة، هذه ثاني مرة اللي نحضر لها في القيروان، ثاني مولد. هي يعني أجواء مميزة جدا للغاية، أجواء احتفالية كما تقولوها أنتم مليحة برشا 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 برشا. أما عجبتني وإن شاء الله باش المولد الجاي إن شاء الله نجيب عائلتي اللي تعقب المولد هنايا أكاهو. ما عنديش واش نزيد نعبر أكثر من هكا، هي يعني بكل كما تقولوها برجولية، يعني محلاها محلاها صح. الاحتفالات تختلف من تونس للجزائر؟ الجزائر احنا ما عندناش في الجزائر هذه الاحتفالات، عندنا ان نعملوا في الدار عشاء وكاو، نعملوا فطور كما يقولوا عشاء وخلاص، هذا هو احنا الاحتفال عندنا. ما نحتفلوش هكا عند الطريقه تاعكم نتوما، في الدار مع العائله نعملوا شموع وكاو هكا. طيبوش العصيده؟ لا ما نطيبوش العصيده، اما كليتها هنا في تونس العصيده محلاها، عصيدتكم ما بنها بالحق ما بنها. السلام عليكم. الاجواء باهيه ان شاء الله، من الحسن الى احسن، ان شاء الله تونس بخير، ان شاء الله كل شيء، ان شاء الله مستقبل زاهر لبلادنا، وان شاء الله كل عام وحنا حيين بخير. هذه احسن بلاد، وبلاد الفرح بدات تتنفس بعد سنوات سوداء. ان شاء الله ان شاء الله بعد الثوره نصلي في من 25 جويليه ان شاء الله من الحسن الاحسن، وان شاء الله الرئيس نتاعنا هذا يحسن في وضعيه الشباب والمستقبل نتاع تونس، وان شاء الله من الحسن الاحسن. مين جيت انت؟ انا جيت من الساحل من المسير. كل عام تجي للمولد؟ هذه اول عام، خاطر بعد كورونا الامور تحسنت، حبينا نشوفوا تونس مستقبلها ان شاء الله من الحسن الاحسن، وان شاء الله شبابنا يلقى خدم، وان شاء الله تنقص علينا الحرقات هذه قوارب الموت، ان شاء الله وان شاء الله تونس بخير. رغم المآسي بلادنا احسن بلاد في الدنيا، وباش تبقى ان شاء الله من حسن الى احسن. بلادنا احسن بلاد في الكون، ومن حسن الى احسن، وشبابنا ان شاء الله يلقى خدم، وان شاء الله تونس هذه احسن بلاد في نكون نقول هذه في العالم. الحقيقة جو مزيان على الاخر، الحقيقة من مساكن نجم تقول أول مرة. أي الحق اللي السنين الاحتفالات يعني باهية، وعلى العلم أنه في بير عنه جمعية دونك فما تحسن، وفما جوست أنه الاكتظاظ يعني بالعكس، يعمل فما عباد يتخلق منه، لكن هو اللي يعمل الجو، فما تحس فما حاجة روحانية بالحق، يعني ان شاء الله ان شاء الله يرجع كما قبل، يعني في الروحانيه نتاعه وفي الامور الجميله اللي كنا نحسوا فيها، سواء في صاحبي ولا في بعض المقام بعض الجامعه عقب نفع، يعني المولد النبوي الشريف نحسوه من دخول القروان حتى نغادروا ونقعدوا دائما نحسوا في الروح نتاع المهرجان. شنو رايك؟ والله يا اجواء شيء كبير، ديما نعملوا جو في المولد كل عام كل عام من بوحاج سيدي عمر بوحاجلة ولاية قروان، المهم وكل عام وانتم حيين بخير.